بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ودرسي سيديداد قصيدة أبي الفتح البستي، عنوان الحكم. عن سوق عني بيتك يا ظالما فرحا بالعز ساعده، إن كنت في سنة فالدهر يقضان، ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله، وهل يلذ مذاق المرء خطبان. ميكروفون كبدها وغاشية ميكروفون كر لقوا مغلى. يا ظالما فرحا بالعز ساعده، إن كنت في سنة فالدهر يقضان. يا ظالما مثك الظالم كهو، فرحا أو فرحصا بالعز أود أو ساعده كالمي أود كالمي سي كفرحصا، إن كنت هداتا هاي في سنة هردو أما للمرح هدات كتشرت، فالدهر الزمن كي قضان وميت سوچه ده، ما استمرأ ما هم قري مرصنين أو ما هم قري مرنين، الظلم الظلمي أكله ميت كعنياه سيف ضد هم قري سوما مرنين، لو أنصفت هدات عدالة سمين له أما عدالة سميس. وهل يلذ ميو معانا ذا مذاق المرء روح ددن كيسا أما ددمين تيسا ميو كمعانا ذا خطبان قردميرات. يا ظالما فرحا بالعز ساعده، العز وحلقه ذا بمعنى القوة والغلبة، يعني حوك يا أود كالميسي. سندنا وحال الهدى من وسنا يالغك ياني الوسن وحوي وثقل النوم وهردد عليس كذا للمضو مركي قبطه الروح. وسنا إذا أخذته سنة النعاس أما سنة النعاس هردد مركي قبطه، واتي آيات وهيد لا تأخذه سنة ولا نوم، مركز السنة والولمضة وهردد كهر يسواه. طيب استمر اليقضان نوحويا وضد النائم يقضان كواك السوچ هذا، استمر أنا وحوي وجده مريئا يعني وشيء السف ضد هنقرق أمره أمرك أمري استمر علينا استمر، فكلوه هنيئا مريئا. مريء واسدا شيء سيفو عضو لقضه او عاد هنقرق عمر سواء. مذاق المرء وحلقه هذا بمعنى طعمه الشيء، شيء لدمينتيس ايا مذاق ليلة طيب المذاق بلنا. طيب خطبان كان ونقي هذا كورسو شيقنا يو وحل الى ذا قرد ميراتك مركو ليشو حريقمه اما الليمان مركو يشو ايا ليلة هذا خطبان قردميراتك وجد أدو خرار ومحوة هاي لدن كيسو أدو خرار يهيو وحو مركة كوضا. يا ظالما بالعز ساعده روح الظلم قصميني، يا ظالما فرحا بالعز ساعده من الظلم صميني حد قدو صميني كردرك وكعيا وحدنك فرحسن ظلمي جاء يقدر الرداسي وصميني حدنا أود بكالميسي وحو ظلمي جاء وصميني أما كرسي يتشغو أيا كالميسي أيضا أما رير وكتيرسي هاي أما حوق ساقو أولي هاي أما دقالي أود بوشيكتي أود دا أوشيكتي وكتيرسي أما واحي كانتي إنو ظلمي جاءه وحد قدبو كنوع عصو كلو حديقة أدوغو سيحتي أما للميسان تاهي
بمعنى وحويان زمن كوا سوتشي داوى حلقة أولى بمعنى مقادير تا هي مصائب تحيلها حق سكاي ماني سيضمين سيحنين والوجو مقيه هوا وهاه والوجو مقيه هاي والوجو صو مقيه ظلمي الروح السمائي سوف ضد إنه هنجري كأمره وأقول لقاه مسورود حيلي ظلمي وشيء هذا خلان وقرض ميراد وكله قرض ميراد أما واحد ترى هذا دعر أو كلا واحد كان لقى يا مركز سيف وعندنا هنجري كأمره علاش أو كشو أو انتفاع صدو صورة قلمة ساس في معناه يعني وخلان هاي وأنا صن كقوم قوي معناه سيف يعني تي هنجري كأمره ساعة في ماله يعني واحد يكوجو تجي ما يسوي معنا. لما ذا بيت بروح كجها الله يا بركة هالست إلى ذا هي الظلم يقول إيه هي ظلم يقو أما قرد الرضو أما حد جذب ك خلق قالوا واحد جذبه عقوبة ذي سو كمائك الدنيا ذا كمائك وحنش ذا آخر كمائك ووحي لها عقوبة ذي سو أي الدنيا ذا أسود دكتو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيها ذنبان معجلان لا يؤخران لما الذنب عقوبة ضدي النفس قوضة والسود الدجية لما تبلغه وحويان البغي وقضيعة الرحم حد قذبك يا قرد الرضا يا ظلمك يا قرابة قويس نمذا لما ذا الذنب آخر لما السوقي أدونك على السود الدجية عقوبة ضدي طبعا معناه دماء إن آخر مركاسي الذنب قوضة وإنت كل ما رأي أدون كل ما رأي ما آخرنا كيد كواشرة آخرنا والغو كيدين الدنيا والسود دجنة جوانب تا الظلم يقو وهالستوي أيو حاكم ذا روحها الظلم ذي إلهي تبارك وتعالى هدو بريوك وهباره هباركي سوى الأقبلية لما سوى إليني وكي نبي قيل نكوي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل مركو ديري واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب روحا قردرا وحن لقى قردرا هي الظلمي لوحد قدبي هبارك سيسكتر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الزكاة واجه كايد با الوض لا ترى الوير صاء ورتدك صوقات وركاس النبي وحكوري وإياك وكرائم أمواله إن الحوالها هذا قوة أغفي عن زكاة وقاعدة سكتر ما هو الظلمي ظلمي قاس هذا ظلمي دنا وما قاعد دولة تكون ظلمي ذا ودواد وشيعته وسيخلد وحقا قادنا ويكون حبارانا إلهي واقع قبلها تص باللقب لقب هذا يا معناه دعوته ذا وح دعوته حبارك إلهي الله مدحه تص بإلهي واقع قبلها مركا يعني وحوي وكو حبارة يا هدوك وحبارة مظلومكو خلاص وكو قدر عيسى حباركيس طيب حلقي أبا ظلمي قاعد قشي هبار كيسي انتو كو هباري وهبين كي قنطالة كو قاني او كو دعين انا دان ادو قراني نين ميلاقا قاري صومالي صومينا دقوني قفعدي ميلاقا قاري نما تقعن صوما يعني وحوي عافمات كاقي دين تادي قري قاقي حاس كاقي بلايا كويست لكن هذه ما قرنيس ما لا قاعد قاري ظلمي آت قشي وآت كقشي روح أيا لقيا با إني سبب أطاي هبار أكو هباري لكن هذا ما قرنيس هذه وآت قشي سيفوض بعضو قشي وآت كقذبت لكن إلا أكتي سنة لقى ما قذبين كي الظلمي دينا ما هالما هذا لكن ما قرنيس جابر بن عبد الله جابر مصور عن رهلها باوح ورينيا ومثال سيد الروح على جر جرين يهدو عادي صلاة أقبله بخاري مسلم أوري حديث كان نمك اللي هذا الرجل كوفة أيه حلي عمر وها قدومية وها قدومية قبل وها نيك اللي ليه شري سعد بن أبي وقاص رجي أخيار تاو كم ذا سابقين تاها سعد مركه ويكسر شكتين رجل كوفة نمك اللي بضم به ويكسر شكتين ويكدعوه عمر مركه حلي كي بوك قاعد وعسلي وهو أقدر لقي بدل كيسة قدومية أقدر لقي عمار ابن ياسر. شجع شذي مركا أي سعد كسر شيكتين بوحي جارسيين
حتى إن يلهدان لا يحسن يصلي ما بتكن يقاني له صلاة حتى ما يقاني. مسعد بن أبي وقاص وسابقين تكمل ذها ورقي بان أقول ميا ورجل له بشاري صلاة حتى زود تكمل يقان بعد صحت صلاة حتى ما هجا كيله إلى هركاس يقان. عمر مركز يسقي بودري رجل ورعي انتو صدرين بأو حكوير أبو إسحاقو إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. أبو إسحاقو ريكو فوحي شيقي يعني إن هذا صلاة بهاقات شنيني بل ورم بكويري مركز أبو حويري. أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأول في الأوليين وأخف في الأخريين. وحيري صلاة دي نبي محمد أن كبرتي أمبان تجي يقول لابد الرقعة دوده عشهنا وأن يرى ديريا لابد الضبن وقابيا سيدة سانة نبي محمد صلى الله عليه وسلم نو تجين شروع صلاة دي أرسول كبرتي ما نيجن تجينا يبل مركز عمر روحي لذلك الظن بك يا أبا إسحاق سيدة أمبان كافي لها يقول سيدة كافي لها إساسي لكن وركن ريكو فايكيني ولا ياب مركز عمر دلي لمن النوار راعي أم رجب الراعي بل كوفة هذا أرين تصور صدبر صوب على واحد الشيء جاي بالشد وشيء جنس ركوف أهل كوفة لو تجي مسجد مسجد بمجال هذا الله مري ورمحس سعد كشيء جنسان مسجد لقيته كم يشرو مساجد اللي مري أردن كل جو أصنو عليه معروفا وناكم بكل شيء way kam amma ma sheekteen maamulkiisi xilki uu hayay isaga shakhsiyadiisa way amaane say uu socday ba waxay soo galeen masjid ay leeyihiin niman la yiraahdo Bani Abs oo masajid magaalada kamid ah ba yaa la yimid markaas la weydiiyey Saad maxaad yaani ka warama arintiisa gudoomiyihiini dadka intoodi kale wax aamusay wax amaanay noqdeen nin ba soo booday ninkaas magciisa waxa la dhigi jiray أسامة بن قتادة لديشر ننكاسا استاغي مركاسا وحويري. أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. هذا إلهي نقوي دي سيبوري وآلنا ورصتي وحويري ننكا سعد قدوميها نوعها هرتحي إذا ماذا مرة عبوري ونندو لما بقها بمقالة فريها هاي mid labaadna wuxuu qaybinayo si siman uma qaybiyo ta saddexaadna wuxuu yiri markuu gar qaadanayna cadaalad ka wasay uu eexda ajab saad u dhigisanaya markaas saad wuxuu yiri ama wallah la ad'u wan nabi thalas ilaahi ban ku dhaartay saddex ban ku habaari bulinkaas saddex qodob iga koobi iga tiri allahumma in kana abduka hada kadiban قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن صلاح صفو أحبار إله أدون كاقاسي هدو بين شيئي وهو إسو تاقي استصص إيا اسم قشين درته إله عمره جيسا ديره فقر جيسا يباهي ديسا ديره فتن كان إله أبان بحبور سوهال اسمه gantaalo wuxuu ku ganay aad khatar ah marka kadib ninkii imri dheer buu yeeshay wuxuu leeyahay ninka xadiidka warinaya gadaalda waxaan arkay buuri asagoo nin oday oo da' ah oo hadana maftuun ah oo diintiisa ka fidnowday markaas wuxuu dhigi jiray asabatni da'watu sa'din sa'd habaarkiisa ay u dhacay buu dhigi jiray عبد الملك وحوليه أنا أركب له أنا قاعد يسكت وين أنا أركب له مركب كذب أصقوا الله بعض حرباط صار دعين يعني هو الدغني ما درادة مركب حرباه نروح وين أصوين راحوا ما صار دع حرباه صار دعي أو هذا أنا ومجال هذا شدت كذا قبلها يرك فولي إذا أصقوا إيرينا هي أو شدت كأوجلها هي أو كلب ميد أنتوا قبض توتشينا هي أما هو إلتشينا هي أيان أركب صوار وانين دا اداس فولي دا ارينه صحابك ما دحه لكن وش غرنها يا نكن ماشي لغا غاري بو غرنها
Soomaaliga laakiin meesha laga gaaray ma yaqaan baa sidii qufacay laakiin meel laga gaaray ma yaqaan wuxuu dulmi galay wuxuu gardarro galay wuxuu had gudub galay waa kaas marka waxa kugu dhacayo wax weeye ilaahi tabaaraka wa taaala da'wada iyo habaarka dulmiga aad geysanayso ka dhalanayaa qasab way adduunka kii ku gaadhaa meelaha aad filaysaa adduunka ka gaarin oo xoolahaaga caafimaadkaaga reerkaaga diintaadu ka gaaray waana meesha ugu halisan oo ka galaa in diinta laga afindo waka Allah tabaaraka wa taaala ku dhaartay in bariyadiisa ruuxa markuu habaartamo oo madluumka alla wuxuu yiri tabaaraka wa taaala wa izzati la ansurannaka walaw ba'da hin izzada idan ku dhaartay walle waan ku heelini waqti kadib ha noqotee shayba waqti bulee shayba waqti bulee la tahsabanna allaha zaliman la tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun waqti bulee yahay laakin ilahi wuxuu ku dhaartay inuu bariyadi habaarkiis inuu ilaahay qaadayo tabaaraka wa taaala oo uu ka aqbalayo wa halis marka taa adduunyada aakhira marka la tago ayadana ilaahay tabaaraka wa taaala mazluum kala dulmiyay marna ba dulmiga gaaray ilaahay dhaafi maayo ha xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidka anas wuxuu leeyahay adh-dhulmu thalathatun had gudubka iyo dulmiga adduunka la galo waa saddex فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره وظلم لا يتركه صدح ضمد إلهي تبارك وتعالى ما ضافه مدنا إلهي وضافه مدنا الله كما تقول ما دايو فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك ظلمك هذه لو غدنت وسن إلهي مرنا دافين وشركك وكإلهي يري إن الشرك لظلم عظيم وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم ظلمك إلى هيدا فوحوا وذنبك أدونك أقلي إسجي ربك أدحيا أي أن مخلوق يا آدم على قل لهين إلهي باتك قش كإلهي وارافا وسامحا وأما الظلم الذي لا يتركه ظلمك إلى هي أسندينين كتغني فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يقص بعضهم من بعض وظلمك أدومد كالقليان إلى إلهي أكل قوية أكل قصاصه دين ماي يا مركوات الشيء حولي سيبال قاعدة عردك ساتكو حد قدبتي آخر نواد دبي ساوا ما هي قولتها ميشا يعني الدنيا دي حولي لنقاني إلهي انتوك حشي محوها ردي قيس كالهي imid sanyadan keeska lahayn hardiday maalinka loo kala goynayo loo kala qisaasayo bini aadamki mukallafka maxaad mooda marka xagee jooga marka waa laga jari waa laga jari oo maalinka si qaabka lagaaga jaraayaa xadiis xadiis wax weey ama aamaashadi waxa soo shaqaysatay ba ruuxan qadarkii aad dulmiday la siini oo soonkaagi salaadadii cibaadadkaagi ba la siini hadii waxba laga waayana ama wixii ku filan waayana marka dambigiisi ba inta la soo qaada korka laga saari kadibna naarta lagu tuuri laakiin inta xalqiga soo dulmido soo layso soo burburiso soo xoolahooda cunto oo ku tumato oo ciridigooda aad sameeyso hadana kacjalada iska tago waa lagu cafiyo lagu dhimaayo ah taa suugid meel bay taala marka waa laga jari doonaa taayada marka waxay u baahan tahay إن آد آد يا آد السجيل على الظلم والظلمات يوم القيامة حديثك صحيحين ك مركهم جريج إن تاد مرصتاد عنتو أو أيك هو جشوا هذانا إن آد لدو وتردده كل لدو أدون كسين ونكسن أقولنا ولا تهفيلين ساس في معناها أيو اللي بدأ بيت كوضع معناه هذا يا ظالما متك ظلم جسمي وفريحا أو كفر حسن أو فريحا متك كفر حسن بالعز أوده oo saacadahu kaalmeeyay ciziga iyo awooda ku kaalmeysa reer ba garab ku siiyay kursi iyo jagiye dowlad ba kursi iyo garab ku siiso kugu kaalmeysay xoog iyo xoolo aad haysataa ku kaalmeeyay cid kalood kaalmeysataa ku kaalmeeyay bil cizzi saacadahu in kunta hadataa fi sinatin
يعني هلولمو أما هردو دحي أداد كوشيرتو فالدهر الزمن كو يقضان وامد سوچيدا هذا هو هذا انت ظلمكي سميسي اسكبا حلمانتو كصيحتي يعني وحوي حق الربي لقام حلمامي كي الظلمي ذي حقي سنة لقام حلمامي زمن كو وماشي معناها أحداث لحي سواء كان شيقنا يو مجاز باكوشير ما استمرأ مؤوسا هنقوري مرسن الظلم ظلمكي آكلهم يتقعون إياه سيفضوط هنقوري وما مرسن لو أنصفت هذه العدالة سميس وهل يلذ ميو معانا ذا مذاق المرء روحا لدمين تيسير لدن كيس ميو كم معانا ذا خطبان قرد ميرات سين وما معانا ذا ظلمي قونا مرنا معانا الماي وأن غصك وقتاقن واحد تردى واتها فوقاته وكاسو بحضونا يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان يا أيها العالم ميتك عالمكه أو دين تيقانه المرضي إرالي لغي هاي سيرته حالكيس طريق ذي سي حالكيس إرالي لغي هاي أبشر بشاريسو فأنت أذو ريان باته مدعكا بغير الماء بي الآن ميلين بي بلهينين بأياد أضو عكنتهي السيرة وحل إلى هذا سيرته السيرة وحوي الحالة التي يكون الإنسان عليها وحالة الروح كدل سيئة سيرته إلى هذا طريقة يجد كنوال إلى هذا هذا حال كالقوال يعني الروح حالك كسين وحويان ونقن كيس هذا الكيس فعل كيس أخلاق ديسة تاسا وحل إلى هذا سيرة ديس طيب ريان كان وحل إلى هذا من روية من الماء فهو ريان مركو روح عبيتان كدرقو أيا ليد هذا ريان يعني وحويان شبع أما شبع وحل إلى هذا شبع وحل إلى هذا أنت بضلوا استعمالها وحيالها لعنو ري كان وحلوا استعمالها وحيالها لعبو مركا مركات كدرك تو واحد عبيس بيها شرابك عبيتان عانها يا وحل إلى ذا روية فهو ريان مركات عنطي واحد كدرك تو واحد الشبع فهو شبعان طيب دوري مركات دوري يا وش ذا ولا بدأ بيت كان وكله وحواء إنه أمانه روح نروحها علمي قاله علمي قا يدتك يسينه علماء إنه أمانه ولذا علمي قا عالمك وأمانه يو وعالمك علمك سكون نقمة هذا ندت كبرة كاسا وحل إلى العالم المرضي سيرته وأنا عالمك لو يقانو العالم الرباني وعالمك رباني قواه وددك كتربية علمك يعني وحي ربي الناس على العلم ومحوقها يسونا في دين تقرنية ددك هنا بري كاسو كوضاء علمي جيسانا وحمر كليا هاي هذيب إلهي علمي كسيي سيرة ذادي نقن كاغون ورسو علمي جيات كل رقم يسو وحكام مقني مجرو وادرك سنت هاي وادعوكان تهاي وح إلهي تبارك وتعالى وبحي وحي وقو قال سنوات هايسا هذي الدنيا الله أضحي أما وحكا لكام مقنيهين وحي وفي نابلسي وكاكافي وي معنا طيب المهم علمي بعد الإيمان نعمة إلهي بحيو لنعمة إلهي بحيو إيمان كأقالس بعد الإيمان نعمة إلهي بحيو وحاقو قالسا علمك نافعا علمك نافعا وعلمك كتابك يسنة إنو روح إلهي وكرده ميدي قانا كتابك الله يسنة النبي صلى الله عليه وسلم كدبنا علمك هاسي ونقض علم وكرقمي طيب سأستردد بالله تبارك وتعالى نعم كمرك الشيغي ودومدي سأقول نمحيي سيقوني وحافرت الله في قي علمك واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واذكروا نعمة الله عليكم إلهي نعم ويكي سأذينك لي حصوصته أو حصة مركي نعم ويكي قول للشيغي أيام يدقوني هذا نفرت اللغو في قوحي لي وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة كتاب كأي حكمة هذا سوى علمي جوا علمي جا سيقوني فرت اللغو في قي وحل هذا تخصيص بعد تعميم اهتمام بفائدية
iyo fadli siyaada inu leeyahay. Waxaa lamida yarfac illahu alladhina aamanuu minkum walladhina uutul cilma darajaat. Yarfac illahu alladhina aamanuu minkum, waa dadka mu'miniinta ilaahay darajaad buu kor ugu qaadaa. Mu'miniintii markii la sheegay baahdana si gooniya waxaa farta loogu sii fiiqay iyagoo mu'miniinta ku jira, yaa si gooniya waxaa loo magacaabay walladhina uutul cilma, kuwa cilmiga la siiyey. Marka waa khaasatu ahli iimaan, dadka mu'miniinta ah kuwooda khaasada ah waa culimada. Tayib, waka rabbi tabaaraka wa tacaala meel kalena cabsidiisaba ayagu alla tabaaraka wa tacaala ku xasriyey innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa. Hadday xiduun ilaahay ka baqdo, cidda ka baqdo waa culimada keliya. Khashiyada oo ah bimacna waxa weeye ilaahay sharcigiisa in lagu dhaqmo la raaco ayaa ilaahay wuxuu ku xasriyey culimada. Marka ilaahay hadduu ka dhig ruuxa uu siiyo cilmi iyo camalkiisi iyo ku dhaqankiisii, ilaahay tabaaraka wa tacaala wax walba waa ka deeqay. Tayib, waa ka nabigeenu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam manzilada uu leeyahay ruuxa cilmiga yaqaanay haddana dadka barayahay, waa ka ku sheegay in wax kasta oo dhulka iyo badaha iyo meel walba jooga ay u ducaynayaan. innahu la yastaghfiru lil'alimi man fi samawati wa man fi al-ardi hatta al-hitanu fi al-bahr. waxa samawaatka ku nool iyo inta dhulka ku nool iyo inta badda ku nool xataa malaayiga badda ku nool wuxuu ilaahay damidhaaf u weydiinayaa ruuxa caalimka ah diinta yaqaana. waya kal wati ahayd muallimun nas al-khayr, dadka khayrka baraya. tayib, marka yani wax lamida ma jiro. marba hadii ilaahay ku siiyo wuxuu leeyahay marka sheekhu ama naadimku wax ka maqan ma jiro. biyo la'aan baad dirigsantaa, cunto la'aan baad dirigsantaa, adduunyo la'aan baad dirigsantaa, waxba kaama maqna. wax ka maqani ma ay jirto, laana waa manzilada ilaahay bixiyey qaaliga way macnaha. laakiin waxay u baahan tahay ruuxa caalimka markuu qiimo leeyahay waa markuu cilmiga ilaaliyo oo cilmigu sharafka uu leeyahay uu ilaaliyo. saas daradeed baa culimadu waxay dhihi jireen low ana ahla alcilmi saanuu alcilma wawadacuuhu cinda ahlihi lasaaduu ahla zamaanihi. hadday dadka culimada cilmiga ilaaliyaan cidda ehelkiisa agtiisa ay dhigaan meelaha aan ku habboonayna ay ka ilaaliyaan, zamanka inta jooga sayidii u noqon lahayd. laakiin wadacuuhu cinda ahli dunya, dadkii adduunyada iyo madaxdii iyo kuwii xoolaha haystay iyo kuwaasay la aadeen wax kaga raadsadeen, fahaanuu calayhi, markaasay qiimo beeleen. cilmiga markaad adiga sharaftood ilaaliso markaasaad sharaf ku yeelani. laakiin cilmigii ilaahay ku baray kugu sharfay markaad ka dhigto inaad madaxda kaga dawarsato ama tujaarta la hoos gashood wax kaga raadsato waad qiimo beeli. markaa waa in aada ogaato ka kursiga ku fadhiyana inaad ka sharaf badan tahay, ka xoolaha haystana inaad ka sharaf badan tahay, ayaga ay kuu baahdaan. maaha inaad adiga hoos orodo, maaha ood waxooda qiimaha aan lahayn aad ku fidnowdo, maaha. markaasuu cilmigu sharaf yeelanaya, ruuxuna sharaf ku yeelanaya. alimaamu maalik caleyh raxmatullah, dan mithaal matalan soo qaadano. هارون الرشيد يعني وحوي رقي بقرضة أها ماذا حذي مسلمين توكمد أها هارون الرشيد أيا إمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة شيخ إمام المشافعي أيا وحكويري إي إمو فريم بوفر يا حكويري إي إمو وماذا حي مسلمين توا وأنا حي اليدي مسلمين توا إيو حق بنايين هارون الرشيد مالك حويري كالي إي إمو أو علمي حديث كي علمي هذا هي سكالي وحي إيقشيك. markaasa wuxuu u diray imaam malik ya amir almu'minin inna alilma yu'ta wala ya'ti. mu'mininta amirkoodiyo cilmiga waa loo yimaadaay isagu ma yimaado. kaalay xafiiskaygii gurigayga cilmi ugu sii madaxweynihii baan ahay adeer xalqada soo fadhiiso ya cilmiga waa la soo raadsadaay asagu kuma soo raadsado imaamu ku yiri. طيب فصار الى منزلي فاستند معي على الجدار. قرقي امام مالك بو من هارون الرشيد سوى صعده علم الرادسه وابورك مركاسو وحو سميه
meeshii imaamku ku tiirsanaa ayuu intuu garab fadhiistay uu isagu kula tiirsado. Law walil marhabo xirtaa beesha fadhiida baro iru dhaw. Markaas wuxuu ku yidhi Imaam Malik hadana mar kale, inna min ijlaali illahi ijlaala dhi shaybati almuslim. Amirki mu'miniintu weynaynta Ilaahay waxaa ka mid ah ruuxa muslimka ee diinta ku xiroobay in la weyneeyo. Markaasuu istaagay Harun Rashid, meeshuu ka istaagay golihii xirtu fadhiday oo meel ka fadhiistay. Markaa maana halkaas ay kugu haboon waay inaa sheekha soo garo fadhiisato adoo daalib ilmiya hadir halkaas soo fadhiiso waay. Markaa halkii uu fadhiistay muddo kadib ayuu Harun Rashid wuxuu yiri, ya Aba Abdullah, wa Imaam Malik, Imaam Malik baa la kulmay markaa. Markaas uu leeyahay, ya Aba Abdullah, tawaadacna liilmika fantafacna bihi wa tawaadaca lana cilmu Sufyaan ibn Uyayna falam nantafic bihi. Yacni cilmigaagii baanu isu liidnay oonu golihii xerta fadhiisanay, markaasaanu ku intifacnay. Mid kaloo Sufyaan ibn Uyayna la yidhaahdo sheekh ayaa isaga cilmigiisii baa noo yaa isu kaana liiday buu, laakiin ma anficin. Cilmigii isu kaana liiday intifaac maana ka helin buu, laakiin kaaga markaanu dhulka isdhignay ayaa Ilaahay nagu anfacay buu. Marka culimadu saas ay ahaayeen, cilmiga markaas sharaftiisa u yeeshood ilaaliso oo kan madaxda ah uu u baahdo oo taajirku u baahdo oodan adigu la hoos ordin, markaas aduuna sharaf ku yeelanay. Laakiin lufluf kooda hadii aad yani hoos orodo adigana waa qiimo beeli, cilmigana waa qiimo dish. Saas way macnaa. Waxaa la mid ah Mahdi, isagana wuxuu ahaa ninkii madaxdi dhalay Harun, midkii dhalay buu ahaa boqorkii, isagana Harun Rashid iyo dhalay. Mahdi baa wuxuu yimid magaalada Madiinuu yimid isagu xaajiya xaj u socdo. Marka Imaam Malik meeshuu joogay waxay Madiina, Imaam Malik baa markaa uu markii la yidhi waxaa yimid boqorkii muslimiinta ayaa yimid, ayuu marka Imaam Malik u yimid. Markaasuu salaamay salaamu calayhi, isagoo salaantaasi ugu yimid kadibna ka noqday. Kadib Mahdi loo wiilo uu dhalay oo Haadi iyo Harun dhijir, Harun Rashid iyo Haadi buu u diray, wuxuu yidhi kactago oo Imaam Malik kasoo akhristo kitaabta, cilmiga kasoo dhegaysta. Markaasay tageen maya, wuxuu ku yidhi Imaam Malik markuu yidhi, wuxuu ku yidhi imow oo labadayda wiil ee Harun Rashid iyo Haadi kale wuxuu akhri buu ku yidhi. Wuu diiday marka uma imaanayo ku yidhi. Facaatabahu lmahdi fi dalika, wuu ku canaantay oo seebaad aniga oo boqorkii muslimiinta labadayda wiil kaale wax u sheeg markaa uhi seed u diiday. Markaasuu yidhi, ya amiir almu'miniin, ina lilcilmi nadaaratan yu'taa ahluhu. Amiirkii mu'miniinta cilmigu dhalaal iyo iftiin buu leeyahay, iftiinkiisa dadka hayaana loo yimaadaa. Anugu labadaada wiil intaanu imaado guri wax ugu akhrin maaye, ha yimaadeen oo waxa soo raadsadeen. Tayib, riwaayada kale waxay leedahay alcilmu ahlun an yuwaqqara wa yu'taa ahluhu. Labadii wiil buu soo diro markau uhi xorkac tago oo xalqada tago oo kaca kasoo faa'iidaysta Imaam Malik. Labadii wiil way soo tageen, way yimaadeen. Meeshii markay yimaadeen muaddib bay leeyihiin marka madaxdii rasaasay ku fiirayeen. Caruurta waxay leeyihiin nin walba nin muaddib layidhahdo edbiya oo akhlaaqdooda hagaajiya buu lahaan jirin. Muaddibkoodii baa la socda marka. Muaddibkii markuu meesha keenay ayaa wuxuu ku yidhi marka, Imaam Malik ku dul akhriya cilmiga aad rabtaan, kitaab ku dul akhriya, haydin ka dhageysto kadibna haydin saxo. Ayaguna ma yaqaanaan xaggooda waxaa laga aqoon jiray sheekhu inuu cilmiga akhriyo ardadu qaataan reer Madiina, laakiin waxa dabeecadu ahayd ardaygu inuu sheekha ku dul akhriyo sheekhuna saxo. Labadii wiil way soo taageen, waa niman ilaan madaxweyne dhalay, waxay yidhaahdeen seebaan ugu dul akhrinaynaa annaga, ma arday yar yaroo quraan baranaysaana. Way noqdeen oo aabahood bay u sheegeen, Mahdi bay u sheegeen. Mahdi markaas wuxuu ku yidhi Imaam Malik, wuxuu ku yidhi see wax kaa yahay, wiilasha muxuu ahay waxay rabaan say rabaan wax ugu akhriyay. Imaam Malik mar kale wuxuu ku yidhi, mu'miniinta amiirkoodiiow, sidana annaga cilmiga culimadii hore kaga soo gaarnay,
فقهاء أهل المدينة أو روضة النبي فردين شري ساسان علمي كجا قاضني ويل شادو سيدي هكو قاتان هذيك الدور كهجلا ما هذي اللي بدي يقول صوت روحي وركع ميال لقمة رملها خذوا الأخري علمي كقات علمي جدت كيس ومركها سيشرف الهاين لكن واحد شرف بالين مركي موا ما يدوين كي حيروين كمضحدة هي الدولة ده هي قوة نقالها يست هي مركي لهوس جلين مركها سيشرف بالين أو في دنوين مركا علمكو يا عالمكو مركها سيشرف ليهين ومركا وعلمكو هو رقميو وانا شرفتي سيلالين يهواه وانا بقر حقيقي مركا سو نقني سجا كبقر صن إمام هذا سيد هذا الدين كا يهجان كدين كا إنه له روح كارديو يعني هجان دينه دينه كارديو وعك شرف بدل ما تشرو وجعلنا للمتقين إماما الله إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إمام هذا دينته وحلا دورته نعدما وحلا دورته ونعدو شنتي سنة ومر له صو دورته ما وأوح قبرك الله قالوا روحنا أنتوا إلى لنا يلنا ولا هذا أيام أنا كقيم بدن كرسي الله فولي أو اسمه دوا وحد هذا هذا كهر نكر دي شري هارون الرشيد بروحه يرقى وقال الرقى اللي يرد يميت رقى مركو يميت عبد الله بن مبارك نيل يده هذا كسر شيء كأن هذا كهر نين مجاهد هايو عالم هايو خصال الخير رن إلهي أكل مية و الله تعالى ايام مركه مغالده جو مغالدي فنجفل الناس خلف بن مبارك وحي مغالده جو عبد الله مبارك باي مركي ليل وحل وحي مغالده جو دن وحي دبا غلين راعين عبد الله مبارك هارون الرشيد مغالده يمين وح قمره او تغي بمله نكن علماء باي ددكي يي راعين كبيه با كلا كو غاي بستي با كعدي يعني دتك سي ودبا يا عيال عبد الله المبارك كبيه با ككل غو اي دتك او بوستا كعيس يا وحي يا عي دبا اوردك نيل البو خو ربا عبد الله المبارك انو وحون كاس كدغيست اما علمي كقاته اما ويشا كقادو ارك يدو ارنتو سيده امريس ايا ادون او قبي جيري هارون الرشيد ايا قصرغي كور انتي كفيريسا وحي اركت نين كان عالمك اه مغالدو كدبا دحداي يا هارون الرشيد وحو يميد وقمان باين جيرين مرغاسا وحي تيري ورنين كان يو اها وحا ليد عالم من اهل خراسان قديما وانن عالم اوهو ري خراسان او هلكا كيميد او سفر كيميد واه مرغاسا وحي تيري هذا والله الملك بيتر ملكي بغورتو يا هدي جيرتو وتاسيت لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس الا بشرط واعوان هارون بقرطويدي سنددك كسو أرورينيس بوليس إيو يعني وحو عيدما أو استعمال يسميه بقرطويد الرسمي واتاس ددك أون عيدنا لغو أرورينين بوليس لغو ديرين لصوك قراعين سيد طوعنا كبه وقو أيان يا شيخ خدما ياعي بقرطويد واتاس يتر بقرطويد هارون عيدما دو صوك أرورينا هيان ددك كبق أيان تا بقرطويد ما هابيت سيداسوي مرك مركا يعني وحويان قيمو ليه روح إليه هدو حلمي سيو وقدر إنو حلمي يكون نقمو وقدر إنو ددك برو معلم الناس الخير النقضه وحكم مقاني مجرته معنا يا أيها العالم المرضي سيرته معناها سمر كوضا يا أيها العالم كان عالم كوه المرضي إرهالي قلقيه سيرته حالة ديسي قابدغن كيس رالي قلقيه دين تكون نقمي يو أبشر بشاريسو فأنت أدق بغير الماء بيلا أن بعد ريان تهي من عكان ودركسن بعد تهي معنا يعني وحكستوا الدنيا كام مقرني وحكوا في لمبا إلهي كسي وحبا كام مقرني وي معنا لكن وهدو كرنا يوهي هدو كرنا يو مد بابا كرنا ينينو إلهي انتو الشرف وحقاقي أوسي وبسوق كينا هيا وبقضنبا حقاقي رو الدنيا وبدافسان وقيمة لها ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ظمآن ويا أخ الجهل كن جهلي وصاحبك وهو
لو أصبحت هداد وبريسة أما عاد أهات في لجج يعني مولل يبيه ماشي أبديه لحظة هداد أهات فأنت أذوق ما بينها لججك لحظة لا شك 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 لا شك وحان شك كجر ضمآن إنا تهيمد أومن مربع هداد جاهل تاه حتى هداد موجودو يبيه ماشي أبديه بض بيه هذا أما ويجا بيه سماشي أبديه حتى هداد كل حشرته شك ما له واد أومن تهيوه هذا بيه مخورصا أو كل حشرته تركه أومن تهيوه بمعنى مربع هداد جاهل تاه waxa kale lagu siiyay oo dhan waxba ku tarimaaya adduun waxba ku tarimayso kursi waxba ku tarimaayo magac waxba ku tarimaayo waad ooman tahay waa wax kasto lagu siiyo oo niyaga gaaja ku dilay allujaj waxa laga wadaa wa jamcu lujja wa mu'dhamul bahri wa taraddudu amwajihi meesha ay biyaha wabiga iyo badu u badan yihiin ee moolka ah ee meermeertada ay ku noqonayaan halkaas waxa la yiraahdaa lujja لجج بالوجميع ضمآن كان وحو من ضمئ إذا ضمآن إذا اشتد عطشه مركو أومه أو أون كي سؤال داري هرادو هراد كزائد كوحل إذا ضمع مركو ضمآن بالليه هل كان البيت كي هر عكسي يسوي حكو عايا جهلك جهلك وضد العلم واحد لبن عبوك لبحي جهل البسيط وجهل المركب جهل البسيط كوحل إذا عدم العلم بشيء إن هذا وحبك كجرين شيء ما بتقانيد جهل البسيط وهاي بمعنى محو هاي وحن وحوي هاي كرين بيس وحبك هذا ما بحسنا كوحل إذا هذا الجهل البسيط جهل المركب كان وحل إذا هذا شيء إن سل لحن يخلد وهاي سطو صوما يعني إن تقرن يساد موديسا si khaldan baad soo haysta adii lugu yiraado kala midan kaacbadu xagee ku taala oo aadan garanayn adduunka meel ay kaga taalo waa jahli basiida hadaa soo haysto kaacbadu inay ku taalo madiina marka maxaa la yiraahdaa waa jahli murakkab ah feeraha ka gashay marka si khaldan way ku galay marka laxni iyo qaab khaldan u haysto waa murakkab waa isasaariye macna shaygi oodan garanaynin hadana aad moodaysaa inaad garanayso waa waa laba jahliyo marka isasaaran waa lawadaasiba waa mid uu leeyahay al-Imam Sahl waydiye ya Aba Muhammad ayu shay aqbah min al-jahl waxa lagu yiri jahli kee ugu xun wuxuu yiri al-jahlu bil-jahli jahli waxa ugu xun in al-jahil ka tahay jahilnimada oo dismoodays inaad wax garanayso. Tayib. Maxayle markaas haddii wax weey waa adag tahayba. Waa in lagu karaabo adag. Laba amaliyad u baahan tahay markaa in horta laga saaro khaladkii aad haysatay laga saxo. Markaa kadibna sawaabkii iyo sida saxda lagu toosiyo. Laakiin markaad waxba ka garanayn kadi waxaad u baahan tahay in lagu yiraahdo waa sida. Soomaa waa sida bisad u baahan tahay. لكن مركا اللحن هو هاي صورت اللحن إن لقى صحو كدي من الصح ذي اللي قصي يواه أرض يقول مركو قرآن كسي اللحن يوقف صدو محبوبة هي معلم يا إنه هرت كرر الدعيو كلمة قاب كأوقف صدي صح معها مركو كرر الدعيانا وإنه عرف كيس أتو سيو أقول لحيو سيدي صح ذاهي لا بس شقوبة هي مرك صوما لكن مرك وحوي سيد خلدم بهاش هو هيستاي هوشي سو هول فضود ما سامح هول فضود ما جهلك وحكر لغوي طلاقة وحن لري جهلك وحكر لغوي طلاقة الشيء جا مرك قصة ما يسوا سيد للربي سيانة هاي سيد خلدم مرك قصة ما يسوا أي سيد أكل جهلك لغوي طلاقة أما خلد أتكجش فعل شيء على خلاف ما حقه أن يفعل أما أذكو علمي أوله وسيخلا ذا كر ما يسنو أما سيخلا ذا سيخ سنة سكر ما يسنو أما وحوض أقوم بهوله هاني لكن هذا سيخلا ذا وح أصلا ما يسو خلت كاسي أت ما يسي جهلي واحد حتى أذكو أقول ولا شيء هذا
هذا علمي يكون رقم منه خلدنته جهلي بالغوا إطلاقا. وكي نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يعني مع سيداس سمينته إذا أضو حتى قرنه يا جهلي. وكي سيدوك لها نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مرقى يقول لها أن أتتخذنا هزوا معيري قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لأن استهزاءه ورقن حمو رقن حمو مرك وحوي وجهلي. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة مرك وحوي مع السيادة رقن حمو وحن في عينين سميتي سورة جهالة واحد جهلي مرك وحوي ومصيبة المصائب وآفة الآفات مصيبة كوين مجر الجهلي سأستردد با شيخ سلام بن تيمية عليه رحمة الله عليه رحمة الله وحوري وجماع الشر الجهل والظلم شر أن وحوي سوي ماذا أصلي قه جهل قه يظلم قه كصوح كان عيدي وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا من آذن كحمان تصمين يو أما الجهل بيكت ماذا أما الظلم بيكت الله بلا سأصله مركا محو هاي جهلي مركا وحو تلمامي يا بيت كو تلمامي يا روح مربا هدو جهلي هايو بمعنى وحكستو كالو لسيو وحبا تريماي حتى هدو بدوين سلكي ذي بيه يدو كل احشرو وكو امي ساز معنى وباهي وارباتي معنى. طيب وكيلها ابو العتاهية اذا انت لم تطهر من الجهل والخنا فلست على عوم الفرات بطاهر هذه آذن جهلي يدقن حمضة آذن إسكا ظاهرين إنو كا ظاهر نقنين حتى وبيغ فرات هذات كد بالا تحت ظاهر متهد عوم كوا وسباحة وضباشة بمعنى مركا وباهن تايوان متنبين وكيلها فقر الجهول بلا قلب إلى أدب فقر الحمار بلا رأس إلى رسني لا تعجبن مضيما حسن بزته وهل يروق دفينا جودة الكفن. يعني روح جاهل لماذا بدن آذاب تسيد أقباه وحي لم يتسيد الدمير حكم أقباه روكال وحبيس يسأل عجمين بول الروح نرك قرحسن قباه ظالم كي ظلم قسمي نرك قرحسن إيه أد قرح بدن محبيين عجمين محيل الروح لآصي و قد كتير و قبر كتير كفن قرح سمحه و مطرت صلاة روح مربع دو قبر قلي اما كفن دوغة هلوغو كنفو اما ملح السبح هلوغو كنفو ما كفن باو حطرت حو مطرت مربع هداد جاهل ضالي متهي بقل قور هدي نر قرح سنية هي اد قرح سنية كسارن تهي معنى سمين ما يسوي معنى. طيب بل وحوي جهلي بو مرمر كقار كود وكدليا السجع والصواب نقول إنه كدلو ودوح كدشو حديث كي عطاء بن أبي رواه وكيلها عبد الله بن عباس بن كم قريب يرسو الشيعية نيم با وقت جي النبي صلى الله عليه وسلم ضاوع بقاري نور بقاري كدي بن أسوق نور كي كويا لو ضاوع أيو إسكت جنوبي جنابه كود عاد قبل إسمه مركو بعد نور نوكو ضاوع يعنيك مركز أوحي والراوع على إيجو ليه بيهدا تابسيان وكبق ياي وخطر إنان قلن كيابي محان سميا بيها وحان كاكافتو أميه هيسان فأمر بالاغتسال قل يا انتي حولي سكرت لقام بوحي لهذا أذير وأنك حلق لكم ما إني قبيسو سكة لتورك لمجري قبيسو وقبيستي كدبنا انفكشن بي قادة بهاشي وارد انتي وودين تارنتي ارنتي نبي غادي صلى الله عليه وسلم مركاسا النبي وخيري قتلوه قتلهم الله الم يكن شفاء العي سؤال ويدي لان الله الله يقواس ميسن اهي بود هدينا ايغو غرانين ان ارنت ويديان ددك يقان سداود تام اهي روح الجاهل كداودي سوا وسؤال مركا نينكا محدلي يا جاهلي بدلي سومارت جهلي بعدين مركز جهلي جوا كدليه نفط هذا حتى يعني هذا إسقلافن وضد كيفات قلاف
oo kuwan hadda dadka qarxinaya ebir ka dhigay boqol boqol ka muxuu ahay tarab tarabta dadka u leynay maxaa haye ya jahli baahi waa jahiliin waay laana haduu ruuxu aqoon leeyahay oo uu diinta xun ka garanayo ilaahay muusan ugu dhawaadeen dembi ilaahay laga galo ka ugu weyn ka labeeya ilaahay muuse janna kaga raadsadeen ya dambi ilaahay laga galo shirki baa weyn soomaa shirki maxaa ku xiga ruux muumin in kas loo dilo oo camdi loo dilo waa dambiga soo raaca waay dambigii nooca ahaa ka waran oo boqolaal ah oo ninka ilaahay ugu dhawaanayo janna ku galaya ka waran markii adiga maid ka jahilnisan baa jira jahli ka badan ma jiro marka jahligu waa ku halaagaya waliba kaasi waa mid dansaaroho waa kii ugu darnaayo murakabka ahaa dadka ka hadlaynayo inay diintu dansaarku u gasho oo aayadii ku soo arooray muxuu ahay gaalada aad muuminiinta ku dabaqdo oo dadkii muslimiinta aad taawiil dhiigooda ku daadiso waa kii murakabka jahligii halista way ka isaga kii maahabaalkiya waana fitanka asalkooda waa markuu nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam aakhiru zamaanka fitanka ummadda ku dhici doona oo dhiiga daadanaya islaantan iyo waxan waxa asal waa jahli ba asal waa حديث صحيحين كوي من وكي أبو موسى الأشعري وكي نبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج ولو فرس يعني وحو علم يجيب الله قاضي جهل بابوسك يسجلي ليك الله دادي أمرك بضني ليك دادنا أمرك وحو أفراه بضن وحا أساس أقون درد إيا جهلك ما أكون ندع yaani wax weey gaalada muxuu ahay yaani sida babqada oo kale to gaaladu waxay uun sheegan xilxiliyo oo sheeg sheega ma oo afkartan muxuu ahay dhiga daadinaysa umada gaalaysiinaysa makay iimaanin barashada diinta iyo barashada kitaabka iyo barashada sunnada kama iimaanin warkaasi warka gaalada iyo munaafiqiinta waa barashada diinta kitaabka iyo sunnadu waa badbaado afkaartaasna laga hortago quluwiga waa laakiin afkaartaasi meeshay ku dhalato iyo bii'aday ku dhalato iyo meeshay wax ku kharibto waa jahliga saas daradeed waxa darkaysan afkaarta bal caalam islaam u fiirsado dadka xambaarsan hal nin oo culima ah oo aqoontiisa lagu kalsoon yahay kuma jiro nimba ninku ka aqoon roon yahayna waa ka fog yahay nimba ninku ka jaahilsan yahayna waa ku dhex jiraa cilmigu ma aha aayad la daliiliyo ma aha xadiis la daliiliyo ma aha cilmigu waa fiqhi waay cilmigu waa warac cilmigu waa alla kacabsi cilmigu waxa weeye muwaatinta shubaha inuu ruuxu ka fogaado cilmigu waxa weeye wixii ilaahay uu ilaaliyay in la ilaaliyo waay cilmigu waxa weeye aayad la soo qaato ma aha cilmigu ma aha dhiig muslim oo daatay إن آية كد الأخرادة الحمد لله ترى هذا علمي بها يا واحد علمي علمي ماها وجهلي ماشي قدام بيسيوها سيدة استرادت جهلي قوى هلاك كيسة بسيط كا يا كيسة مركب كا أبوى هلاك مركز علماء اسمه دو أيو قدرية ويا أخ الجهلي كان جهلي أصاحبك وهو يا أخ الجهل كان جهلك وصاحبك أهو أه؟ لو أصبحت هديئة أهات في لجج موجد نحضوت لجج كواميش بيه أبديهن مولك مول النحضوت هدات كل حسوغنتها فأنت أدوه ما بينها لجج كنحضوت أنت أدحس أدوه كل حشرة ضمآن وإياتا مد أومن لا شك شكلان شكلان الكاسات كو امنتها وي معنى يعني وحوي واد كديدن تهيو باهي تي اوغو دنبيسي با كو هيسا نفت اداد هلاقي غير كان واد هلاقي ساوي معنى هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا